بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأولياء الأكارم، أيها التلاميذ الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير، ورمضان كريم لكم جميعا عاده الله علينا بالخير واليمن والبركة. إذن نلتقي اليوم في حصة جديدة في إطار الدروس المصورة التي تقدمها ابتدائية الرضوان. لدينا حصة في مادة الرياضيات لمستوى السنة الثالثة ابتدائي. إذن لدينا درس اليوم في تحت عنوان، هذا هو عنوان الدرس، الأعداد إلى، إذن لدينا هذا الرقم سنحاول أن نتعرف عليه مع بعض. إذن أيها التلاميذ، أريد منكم أن تركزوا جميعا جيدا، تركزوا جيدا. أول شيء نبدأ به هو الحساب الذهني. أحسب ذهنيا هذه الجداءات، عندنا 3 في 9 في 3 أو 3 في 9 نفسها، عندنا 2 في 8، عندنا 6 في 5، وعندنا 6 في 12، ولدينا أخيرا 15 في 4. نحاول أن نحسب هذه الجداءات. أحسب هذه العملية بعدة طرق، عندنا 15 في 4 نحاول أن نحسبها بعدة طرق، بطريقة يعني الطريقة التي تعلمناها عددين في عدد واحد. واكتب بالحروف الأعداد الآتية، عندنا هذه الأعداد نحاول أن نكتبها بالحروف. جيد أيها التلاميذ، عندما ننتهي من الحساب الذهني ننتقل مع بعض إلى حل مشكلة، لنحاول مع بعض أن نجد حلا لهذه المشكلة. كيف أقرأ هذا العدد؟ إذن مشكلتنا اليوم، كيف أقرأ هذا العدد؟ وكيف أكتب بالحروف عددا ذو 5 مراتب؟ 5 مراتب يعني عندنا المرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. عندما يكون لدينا عدد متكون من 5 أرقام كيف نقرأه؟ 5 مراتب كيف نقوم بقراءته؟ ننتقل الآن إلى مرحلة أكتشف، نكتشف مع بعض. إذن أكتشف، اقرأ معي جيدا هذه الوضعية. إليك هذه الأرقام، لدينا هذه الأرقام، باستعمال كل واحد منها دون تكراره كون 4 أعداد مستعينة بالجدول. يعني هذه نحاول أن نكون منها 4 أعداد باستعادة الجدول، يعني عندنا منزلة الوحدات ومنزلة الآلاف. إذن عندنا وحدات، عشرات، مئات، الآلاف، عشرات الآلاف. لدينا هذه الأرقام نحاول أن نكون منها 4 أرقام. واكتب على كراسك هذه الأرقام بالحروف، ثم قرأها جيدا على هذا النحو، 23519. عندنا 23519. أراد سليم أن يكون بهذه الأرقام أكبر عدد ممكن، ساعده على ذلك، ثم اكتب هذا العدد بالحروف وقرأه جيدا. إذن أريد منكم يا تلاميذ، أول شيء تقومون به هذه الأرقام، كونوا منها 4 أرقام مستعينين بالجدول، يعني أرسموا هذا الجدول واكتبوا منزلة الوحدات، الآلاف، ثم هذا الجدول اكتبوا فيه 4 أرقام، 4 أرقام يعني 4 أعداد من خلال هذه الأرقام. جيد، الآن عندما ننتهي ستحاولون أن تصححوا وتقارنوا جيدا معي. لاحظوا جيدا، عندنا هذه الأرقام، ها هي كوننا منها 4 أرقام، ها هو الرقم الأول، الرقم الثاني، الرقم الثالث، والرقم الرابع. جيد، لاحظوا جيدا كيف أقرأه، عندنا الوحدات، العشرات، المئات، الآلاف، عشرات الآلاف. عندما أقرأ عددا يتكون من 5 أرقام، أقرأ 3 أعداد، عندنا 1، 2، 3، أقرأ هذا العدد، نقرأ مرتبة الآلاف أولا، 95321، ثم الوحدات، أعيد، 95321، نفس هنا، 19532، 32
159، وعندنا هنا 12359. عندما أقرأ عدد يتكون من 5 مراتب، أحسب 3 مراتب هنا، هذه مرتبة الوحد، يعني جهة الوحدات، ولدينا هنا الآلاف. أقرأ 95321. جيد، الآن اكتبوا هذه الأرقام في كراريسكم وحاولوا أن تكتبوها بالحروف. الآن أراد سليم أن يكون بهذه الأرقام أكبر عدد ممكن، ساعده على ذلك. هذه الأرقام حاولوا أن تكتبوا بهذه الأرقام أيضا أكبر عدد ممكن من، يعني هذه الأرقام حاولوا أن، إذا لاحظوا جيدا بهذه الأرقام كوننا 4 أرقام، لدينا هذا العدد، هذه الأرقام كوننا 4 أعداد، لدينا 91523، 32159، 91235، وعندنا 15239. قمنا بكتابته في الجدول. الآن نحاول أن نكتب هذا الرقم بالحروف. انظر 95321، حاولوا أن تكتبوه في كراريسكم بالحروف. إذن 95321، 95321. الآن تعلمت لقراءة وكتابة عدد يتكون من 5 أرقام، أبدأ بالآلاف. هي جهة الآلاف 5 و4، جهة الوحدات جهة الآلاف، آلاف 10 آلاف، عندنا هنا الوحدات 10 و100. نبدأ بهذه الجهة 5 و4، أبدأ بالآلاف ثم رقم المئات فالوحدات والعشرات بالترتيب. 45478. هو هنا 45478. الآن ننتقل جميعا إلى مع بعض إلى مرحلة أنجز. أنجز، أكتب هذه الأعداد بالحروف. لدينا 3 أعداد، حاولوا أن تكتبوها بالحروف. ثانيا أكتب هذه الأعداد بالأرقام، هنا العكس، مكتوب بالحروف، حاولوا أن تكتبوها بالأرقام. إليك هذه الأرقام 8 0 5 4 6، كون بها 6 أعداد. إذن لدينا هذه الأرقام 8 0 5 4 6، هذه الأرقام كونوا بها أعداد محصورة بين 30 ألف و 70 ألف، وذلك باستعمال كل رقم مرة واحدة فقط. حاولوا أن تشكلوا بهذه الأرقام أعداد محصورة ما بين 30 ألف و 70 ألف. إذن سنبدأ بواحد، أكتب هذه الأعداد بالحروف، سنكتبها بالحروف، لاحظوا جيدا. هذا العدد هو كتبناه بالحروف 39251. لدينا هذا العدد 88096، ولدينا هذا العدد 15504. جيد، ننتقل الآن إلى تمرين الثاني. اكتب هذه الأعداد بالأرقام، هذه الأعداد نكتبها بالأرقام. لدينا هذا العدد 90417، 90417. هنا 10001، 10001، 10001. لدينا هنا أيضا 52990، 52390، 52390. ننتقل مع بعض إلى التمرين. إذن إليك هذه الأرقام، نحاول أن نكون بها 6 أعداد محصورة ما بين 30000 و 70000. إذن هي الأرقام، عندنا 45608، 45680، 45806، 45860، 45868، وعندنا هنا 45000 و 86. هذا التمرين يشبه التمرين الأول الذي قمنا بإنجازه في مرحلة اكتشف. إذن تمارين كراس النشاطات.
إذن لدينا هذه التمارين، حاولوا أيها التلاميذ أن تنجزوها. في الحصة القادمة إن شاء الله سأرسل لكم الإجابات. لاحظوا جيدا، عندنا هذا التمرين، استعن بالجدول ملء الفراغات. هنا عدد، لدينا هذا الرقم مكتوب بالأعداد نكتبه هنا بالحروف، وهنا العكس مكتوب بالحروف نكتبه بالأعداد، نفس الشيء هنا وهنا، سهل جدا، نستعين بالجدول. لدينا التمرين الثاني، جيد، أكمل الجدول. لدينا هذا العدد، رقم المئات كم، عدد المئات كم، رقم الآلاف كم، وعدد الآلاف كم. لاحظوا جيدا، رقم المئات يعني هذا العدد مئاته كم، رقم مئات أين، هل هنا 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 الرقم، وعندنا العدد، عدد المئات هذا كم، عدد المئات نفس الشيء، يعني رقم الآلاف وعدد الآلاف، يجب أن تفرقوا بين الرقم والعدد، ركزوا جيدا. لدينا هذا التمرين الثالث، أكمل فراغ وحسب المثال، 14 الآلاف، 8 وحدات الآلاف، 6 مئات و4 عشرات و3 وحدات، على يعني هنا مثال على هذا المنوال، حاولوا أن تكتبوا هنا بالحروف هذه الأرقام. لدينا هنا أبحث باستعمال الأعداد 1 2 3 4 5، أكمل ملء الخانات الفارغة في الجدول حتى يكون المجموع في كل سطر وفي كل عمود يساوي 15، دون تكرار الرقم في السطر وفي العمود، يجب أن يكون المجموع 15، هنا المجموع 15. ابحث عن أكبر عدد في المرصوفة واكتبه بالحروف، حاول أن تكتبوا الأعداد في هنا بالمرصوفة في الحروف. إذن إلى هنا أيها التلاميذ، أيها الأولياء الأعزاء، نكون قد أنهينا حصتنا لنهار اليوم، نتمنى أنكم استفدتم كثيرا، نلتقي في حصص أخرى إن شاء الله، ورمضان مبارك لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.